رسالة من واحدة من المستمعات تقول: قالت لي والدتي إذا تركت صلاة الفجر فلن يقبل الله سبحانه وتعالى منك الصلاة المتبقية، ثم إن والدتي تقول أو تراني أصلي قبل الظهر صلاة الفجر فتقول لا تقبل هذه الصلاة ولا تقبل صلاتك أبدا. أريد الجواب. نعم، يجب أداء الصلاة في مواقيتها، فالفجر يجب أن تؤدى في وقت صلاة الفجر، والظهر تؤدى في وقت صلاة الظهر، وهكذا بقية الأوقات تؤدى في أوقاتها التي شرعها الله تعالى فيها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات المعينة. ولا يجوز أن يتعمد المسلم تأخير الصلاة عن وقتها، فيصلي الفجر بعد أن تطلع الشمس أو الظهر بعد أن يدخل وقت العصر وهكذا، فإن فعل ذلك متعمدا لم تصح صلاته ولا تقبل منه. فما ذكرته والدتك هي على صواب فيه، إذا كنت تؤخرين صلاة الفجر من غير عذر حتى يخرج وقتها فإنها غير مقولة عند الله سبحانه وتعالى. قال بعض الصحابة، أظنه عمر رضي الله عنه: إن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار، وله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وكل فريضة تؤدى في وقتها الذي شرعها الله تعالى فيه، وإن أخرها متعمدا فإنه يكون مضيعا لها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها، وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر قد حبط عمله. في حديث آخر: كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما خسر أهله وماله. ومعنى فاتته صلاة العصر يعني فات وقتها. الخطر في هذا شديد، والواجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات في مواقيتها ويؤديها كما أمره الله سبحانه، كما أمره الله تعالى بأدائها، ولا يتصرف فيها بحسب هواه أو رغبته، ويقول أنا أصلي على حسب رغبتي ومزاجي، بل هذا راجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن عابدا لربه بما شرع. الواجب أن المسلم يعبد الله بما شرع، لا بما يريده هو ويرضاه هو، بل بما يرضاه الله ويشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن عبارة لا يقبل الله منك هذه الصلاة أو إطلاق هذه العبارات بالقبول والمغفرة والرحمة من قبل الناس تجاه إخوان المسلمين، نعم، هذا مأخوذ من الحديث ومن الآية: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، من قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. والساهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها، وقد توعد الله عليه بالويل. في الحديث الآخر: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. فمعناه أن تأخير الصلاة متعمدا أنه ذنب عظيم ليس له كفارة إلا التوبة. نعم. إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلاة في مواقيتها. فقولها لا يقبل الله منك هذه الصلاة لأنها أخرتها عن وقتها وضيعتها. نعم.